نبدأ بإيه؟ طيب نبدأ كده الحاجة بسرعة؟ طيب ماشي طيب يلا ماشي هجيلك تعال. طيب تمام بس خد بالك عشان بخاف. لا لا ما تخافش. طيب أنا واقف جنبك تمام؟ تمام. الكوتشينة دي لونها إيه؟ أحمر. أحمر صح؟ طيب تمام هعمل كده أهو. تمام لونها إيه؟ أحمر برضو أحمر. تمام وكده؟ أحمر يعني حمرا صح؟ أيوة. طيب يعني كده برضو؟ تمام كلها أحمر صح؟ المس أي كارتين أنت عايزهم لمسة واحدة. طب أنت كده شايفهم؟ عادي اه كارتين قولي لي دوت ودوت ده تمام وايه تاني؟ لسه قال براحتك وده وده؟ اه طيب تمام ده وده صح؟ تمام دوسي دوسي هنا يا استاذ احمد ودوسي انت كده الكارت دوت عايزاه انا اخد كارت منهم تختاري دوت ولا دوت؟ طب الاول وري الجمهور الاول الارقام دي اللي شفناها الارقام سته سته وعشره تمام؟ تمام سته وعشره صح كده؟ تمام هنحطهم هنا اختاري كارت اشيله وكارت اخليه تختاري ايه؟ اشيل كارت يعني؟ اشيل دوت ستة؟ اه طيب هو ايدك تمام حطيت الستة تمام عايزك تقرب ايدك تمام إيه هو انت شفتي الكارت لونه ايه؟ اسود لا الظهر بتاعه احمر يعني انت شفتيه احمر صح؟ ما ينفعش طبعا يتغير عشان هي ما ينفعش خفة يد ولا الكلام ده كله انتوا مقتنعين بالكلام ده كله بس انا بتقوم لاقي خفة يد انا عملت كده البديل للون الظهر الاحمر بيبقى ايه؟ ازرق صح؟ اقلب الكارت دوت كده اقلبه ظهره بقى ازرق انت شفتي الكوتشينه كلها ايه اصلا؟ احمر احمر لا الكوتشينه كلها زرقاء اصلا لا احمر كانت احمر لا كانت احمر يعني زرقاء 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 زرق. ما عدا كارت واحد بس اللي انت اخترتيه وفكرت فيه الكوتشينه كلها ايه؟ زرقاء صح؟ انت طب انت اخترتي كارت ايه طيب؟ انا اخترت كارت خمسه واحمر كان لا و10 كان احمر انا بتكلم على رقم كان ستة كان ستة ستة اللي هي دي دي اللي انت اخترتيها صح؟ دي اللي انت فكرت فيها ده الظهر بتاعه اللي هو الاحمر الوحيد صح؟ حطيه حطيه وحطي ايدك عليه كده جامد تمام؟ ده الكارت ده ازرق صح؟ يعني ما فيش في الكروت اصلا كلها كارت احمر غير الكارت بتاع ايه؟ بتاع حضرتك صح؟ صح بص لو عملت كده اهو اللي بيه وشوفيه ضرب برضو ازرق انت عملت ايه؟ جميل ما عملتش حاجه خفت يد بس انا متاكده ان كان في ورقه ظهرها كان الظهر بتاعها احمر مفيش ورقه كارت ظهر طب خلينا نشوف حاجه مختلفه بقى طيب. حاجه تانية؟ اه يعني احنا كده ماشي خدعه بصريه احنا هنمشي معاك خطوه خطوه خدعه بصريه اوكي اتفقنا لكن عايزين نشوف خدعه بصريه فعلا يعني اه هي دي تمام هي كانت لونها احمر وتحولت ازرق عايزين حاجه مختلفه حاجه مختلفه وتجنن شويه خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى الثانيه الثالثه مراحل سهلة التعامل معها البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف